ما كفى إذا أخلي جاي ما كفى إذا شتاء أعلد إلهي سبحانه وتعالى وقصاري أو كل قاعد يسوي حول بقى أعلد الصوص صار طوحة والتكنولوجيا ده تعصوا أخلي جاي هذا كفى إذا شن أخلي جاي ضع وحتى قفنا وراضي حل نرد هذا لكن كفى إذا شتاء أخلي جاي ضع وحال نقول سقفنا وران دونا نور اليوم بدن سنة بدن ألي وحتى عصنا قبل كجرو حتى هذا قفنا وراضا صوبته أو كفى إذا شتاء أخلي جاي أخلي يقفك دو كفى إيشتو وحسو كرنا وحيالا بدن الله تاباني كرا وحيالا بدن الله أركي كرا وحيالا بدن أمدنا نفع أسقنا نفع أخلي إلهي سبحانه وتعالى وكرامي قفك أخلي له وحاوى وقف يكسنا يا إنو بن آدين كهرمريا سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيقو في الانتصال النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتو سكوشة دقن وحيها وحوها قف فكرة إنو قفك فكرة للربع نبي هو فكرة صلى الله عليه وسلم وهو كيف كان جلس مدن دلك عرك هبينك النبي نماهن وحينك ما سوى دقين وحنك ما سوى دقين لكنه استعمال آلد إلهي صاري آلد موسى جي في النبي صلى الله عليه وسلم آلد كشقيسي آلد أخلي قفل أخلي كشقيسي إلهي باب نقولة الله سبحانه وتعالى إن أخلي كشقيسي إنه أنفير إلهي حل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب هبينك يوم مال انت عرك يا دولك وحي آيات أغسقناتي ذاتك أخلي أصحبك الله إلهي سبحانه وتعالى لأنه قفك أخلي أصحبك فكرة يا أخلي إذا جيفنين وحك فكرة يا سمدان خابك لو سميي خفك السميي وينان تيسا عزاديسا دولك النصيدك واختلاف الليل والنهار هبينك إمارين تشدو مرأينا وحي أغسقناتي لإلهي سبحانه وتعالى آيات ذاتك أخلي أصحبك إلهي بأمانة ذاتك أخلي أصحبك قفك وحال الرابع هذا أخلي يسكش قيسيو وحيلا يا هنونك وحيلا يا ويجي وانه اللي هاي وحيلا يا ويجي لا أبوري وحيلا يا مقصدك أدونك الأجوبة لكن الدين ترتدى من سلو مرحلة أخلي قاعد يجي في ست مرحلة كان جفته وحتى هاي ذاتك إلهي كنت المامي إنهم كالأنعام بل هم أضل السبيل وحولها عمل بل حولها كسر وصيان ذاتك أخلي ولا كشقي سنين صوبتا حولها أخلي إلى مسلين لكن ويأجيهن ويجؤون لهن ويعنيان ويعبيان ويجيفانيان ويداليان وحاول ويعبصانيان حولها ضوع عبصد باش وكعبصد وكتقايا إنت أس حولها تكلمي التاريقة لكن هذا أخلي هذا كشقي سنين حولها وتكسر وصمريسا وحنق ريسا قفا حوله كهوسه سو مركو وحن كوغلا تلنا ولاك مسلمك اي دين تلنا فريسا ان الاخلي قال كشقيسنا الدنيا او حكوسو كردنا النبي وحوري صلى الله عليه وسلم خير الناس انفع الناس ذاتك وحو خير بدن مثل ذاتك انفع قول مثلك انفعيسا هذا نفط الانفع يشد ذاتك وحل انفع كتا مركا نفط الانفع الاخلي قال كشقيسيشد مسكحه كشقيسيشد مسكحه وحي او بهت الا شدو مركي المسكحه الشديد جيرك ادنا شد ما جيرك هادو شد ما ادونك ما تشديسا ادونك هادا شدنا خبرك على كو شد ما ويسكو حرن هو وي يسكو حرن كشقيسي مسكحه هذا وغنى فائده بلادك وغنى فائده نفت هذا اخلق الهجيفين فسح اخلق افر نبي وحالي يري لحبر النبي وحي كموسى دقي صلى الله عليه وسلم لحنا بيوت كدي النبي محكوسى دقي النبي مركو مرغودي ويابي نبي وحكوسى دقي والضحى برقد فيريا الليها أخلي هذا فرنا بيحمده والليل إذا سجى أخ هبينك فيريا الليها وفر مسكح هذا إسكدف هبينك إمارين تفيريا الليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مسكح هذا فر أفر عالمك مسكح هذا هكوحر الحلقل فسح ها أغا تأدوك ها أنفع الأمدى نفتي نفتي نوحكو لدردار ما إنا الكفاء إذا شنو أعلد إلهي تسأل سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.